دكتور تجاني ايبيديمولوجيست من ديجور. على حساب الانسيدونس بروت تنشوفوا بان الحالات المتوقعه لسرطان الثدي. نشكركم على المواكبه ديالكم الاعلاميه ديال هذا الحدث ديال زياره تفقديه ديال هذا المركز المرجعي للفحص المبكر للاورام ديال امراض النساء واللي جا في بني مناف حي الرميله واللي مرجعي. ملي كنقولوا مرجعي يعني راه كيربي الحاجيات ديال 600,000 نسمه، لا سواء في المواطنين اللي ساكنين في الحضاري ولا في القراوي. وكيف شفتوا منذ الزياره انه كيتوفر على جميع الوسائل والمعدات اللي كتمكنهم انه يكشفوا على النساء باش يشخصوا الامراض مبكرا باش على الاقل يكون العلاج مبكر. فهذه داخله في سياسات ديال القرب اللي صاحب الجلاله الله ينصره كيحث عليها، واللي احنا مقبلين على اصلاح جوهري في المنظومه الصحيه واللي الاساس ديالها هو نقربوا الخدمات من المواطن المغربي. اذا احنا كنعتمدوا على خدمه ديال القرب. علاش كنقولوا سياسه ديال القرب؟ لان المواطن ما خصناش نكلفوا العناء ديال التنقل، والتكلفه كتكون باهظه ديال التنقل والمصاريف كتطلع بزيد بالتنقل وذاك العناء. حنا بغينا نقربوا ليه الخدمات، الطبيب اللي يجي عند المريض ماشي المريض اللي يمشي عند الطبيب، وفيه نظام معلوماتي جد متطور اللي غادي يمكن المواطن والمواطنه والمواطن ديال بني ملا اللي كيتعالجوا يستافدوا من واحد الضمير الطبي اللي هو رقمي واللي يقدروا يقدموه في جميع المصحات والمؤسسات الصحيه ديال الجهه كامله وحتى على المستوى الوطني. شكرا لكم. 1443 هجريه